اللي كان فيها المنتخب المصري والسعادة اللي كانت بتبقى مصر كلها فيها لما المنتخب يحقق فوز في حاجة، والاهتمام الكبير اللي كان مسلط على الكورة أو على المنتخب المصري بشكل عام، تفتكر إن ده ممكن يكون سبب من أسباب الهزيمة؟ اللعيبة ما عندهاش ثقة، الناس مش بتلعب في الوقت المظبوط، ولا تفتكر إن هي ظروف بس اللي إحنا كنا بنتكلم عنها دي؟ قدام شوية ممكن نلاقي المنتخب فعلا بيفرحنا تاني زي ما كان لا، بيفرحنا قبل المنتخب كده. ان شاء الله هيبقى احسن، هيبقى فيه تجارب كتيره وهتبقى مباريات، والحكم هيبتدي يحط، قصدي المدرب هيبتدي يحط تشكيل كويس. التشكيل المناسب، مش هيبقى فيه تغييرات كتيره. هنعوض طبعا الفتره اللي فاتت، يعني هنبقى ان شاء الله زي الفتره اللي فاتت واحسن، بس عايزين فتره، وقت، مدرب جديد. وكابتن حسن لما قعد فتره كبيره فدرس كل لاعب وشاف وحفظ وتبقى، وقبل كده كان الكابتن جوهر قعد فتره، يعني الفترات اللي يا سلام، كانت ايام حلوه جدا. الفترات اللي المنتخب بيقعد فيها لما بيبقى فيه استقرار للمدرب فتره كبيره، فدي حاجه. احنا عندنا مش مبدئين يعني، بس بيبقى عندنا حاجتين دايما بنميل ليهم، يا اما كابتن الروح بينه وما بين الفريق بتاعه بتبقى عاليه جدا زي ما كان موجود كابتن حسن شحاته، وكنا بنشوف قد ايه اللعيبه عايزه تكسب بس عشان خاطر الراجل ده او عشان بالظبط خاطر مصر، بيقوي كده في داخلهم الوطنيه حته ومصر الوطنيه ولازم فعلا. نجيب جون ولازم ده طبعا مش موجود في الكابتن في المدرب الاجنبي، واضح. دي حاجه. تاني حاجه، يا نتمنى اما بقى المساعدين معاه. او انه الكابتن الاجنبي ده يبقى صارم وقوي الشخصيه جدا زي مثلا جوزيه ما عمل مع الاهلي. فين بقى برادلي من كل اللي انا هو بقوله ده؟ هو طبعا بعيد، انا ما اعرفش شخصيته ايه، بس هو بعيد عن حاجه. هو المفروض زي ما قلت حضرتك ان المدرب يبقى هو اللي بيحس اللعيبه على الروح، الانتماء، و دي مهمه. يمكن الكابتن حسن شحاته عملها الفتره اللي فاتت، حته الانتماء، حب البلد، المكسب، احنا كلنا ده كابتن واحد. حسن شحاته كان بيحسسني انا وكأن انا طبعا اكيد بنت مش مهتمه قوي بالكوره زي ما الرجاله بيحبوا بالظبط كوره قوي، لكن بتفرج وبحب وبتابع، انما كان كابتن حسن شحاته مديني شعور ان انا كمان عايز العب او ان انا كمان بحب عايز اكسب، عنده فدي كانت حتة حاجه مهمه الانتماء جدا بقى، مصر طبعا. بلعب باسم بلدي، دي بتبقى مهمة قوي. فبرادلي بقى لسه حتة، ولازم الحاجتين، لازم الشدية ولازم برضو الانتماء، يعني لازم يبقوا الاتنين قوة فيه. الشخصية. قوة الشخصية طبعا مهمة فيه، ولازم حتة ان هو يحبب او اللعيبة في منتخبهم في بلدهم، ان انت بتلعب باسم مصر، فدي مهمة بقى. يعني ممكن لازم يكون ينجح، شامل الحاجات دي كلها أكيد المدرب. ممكن ينجح في تأهيل الفريق أو اللعيبة بشكل عام لكأس العالم. ده لازم، احنا جايبينه عشان كده، طيب كاس يعني هل العالم تفتكر وكاس إن هو أمم. ممكن ينجح بقى في المهمة اللي احنا جايبينه علشانها بعد اللي احنا شفناه امبارح؟ المفروض ينجح. انا لا، مش ما هو المفروض حاجة وممكن حاجة، ما انا ما انا ما اقدرش بس احكم، مش ما يعني حضرتك اقدرش. كلعيب سابق قبل كده ولعبت قبل كده ويعني إلى حد ما برضو أكيد يعني يلامس الموضوع اكتر مننا بكتير، الرؤية شايفها ازاي؟ شايف ان هو فعلا ممكن يحقق المطلوب منه ولا؟ الرؤية واضحة، يعني ربنا يسهل يحقق المطلوب منه، مفيش مشكلة. بس هو يعني برضو حتة التقارب، الشعب برضو مهم، يعني الشعب المصري والشعب الأمريكي روح واحدة، خلي بالك، حتى أدائهم وطريقتهم وأكل قريبين من بعض. بالظبط عكس دول أوروبية كتير. فدي بقى هو بقى فاهم الإنسان المصري بيتصرف إزاي أو بيتحرك إزاي، يقدر يساعدنا أو يساعد نفسه في الموضوع دوت، فدي مهمة. يا ريت حضرتك في الدقيقة 27 كان في تسديدة مهمة جدا وقوية من مهاجم البرازيل، مظبوط؟ إعجابك، أنا عارفة إنه كل خصوصا لاعبي الكرة السابقين طبعا المهمين زي حضرتك لما بتيجي بتتفرج على ماتش يعني بتبقى معجب جدا بتسديدة قوية زي اللي عملها مثلا في الدقيقة 27 زي اللي حصلت، إيه كمان من التسديدات المهمة اللي عجبتك في الماتش في الشوط الأول سواء لينا أو ليهم يعني؟ هم ليهم، هم سددوا اكتر من كوره يعني كويسه، عملوا اكتر مننا. الشوط عندهم مميز طبعا عشان بيتحكموا في الكوره كويس. احنا برضو التسديدات بتاعتنا كانت كويسه، يعني التسديدات يعني يعتبر قليله. لعبنا امبارح ما كانش بالقوه اللي احنا كنا متخيلينها مثلا. لا، ما كانش بقوه. وانا اعذرهم، اعذر المنتخب المصري، تجربه وكل واحد عايز ينفذ برضو، اكيد والمدرب قال له يمين، ما كانش اللاعب بيلعب بحريته امبارح. حضرتك شايف ان في لعيبه خرجت عن النص المحطوط لها ده بنشوفه لا كتير. لا، ما شفتش، ما فيش ابتكار امبارح، ما فيش ابتكار، عشان كده هم تغلبوا عننا. لا، رغم ان هم منتخب يعني امبارح
لو البرازيل مش لابسه اصفر انا مش هقول دي البرازيل. فعلا. بجد يعني كان ادائهم برده مش هما الاثنين. تمام جميل. كابتن نصر ابراهيم لاعب نادي الزمالك السابق، نهار حضرتك سعيد يا فندم ونورتنا النهارده، وعامه يعني مش خساره كبيره ومش اخر الدنيا ان احنا نتغلب 2-0 من البرازيل. عندنا حاجات تانية مهمه ممكن نفكر فيها، وعندنا حاجات تانية حلوه جدا ممكن ان شاء الله نكسب فيها. بشكرك جدا يا كابتن ونورتنا. بشكرك. مشاهدينا كان معانا في اخر فقره كابتن نصر ابراهيم وهو لاعب الزمالك السابق طبعا، ختمنا بيه حلقتنا النهارده. نشوفكم بكره وكاست عمل جديد ونهارك سعيد.